بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج المسابقات عطائر، واللي يأتيكم عبر شاشة التلفزيون قطر. طيلة أيام استضافت دولة قطر لبطولة كأس آسيا 2023 قطر. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج راح نكون متواجدين معكم في تمام الساعة الثانية ظهرا وعلى مدار ساعة. نستقبل اتصالاتكم، تختارون الأعلام للدول المشاركة لهذه البطولة. أقول لكم شنو سؤالكم أو الفيديو أو الصورة، تعطوني جوابكم ونبارك لكم فوزكم وحصولكم على جائزة مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال قطري. هذا من جانب المشاركة. من ناحية الاتصال في هذا البرنامج على الرقم الظاهر أسفل الشاشة مشاهدينا الكرام للمشاركة، الاتصال على 00974-443-3344. أرجع وأكرر وذكركم برقم الاتصال والمشاركة في هذا البرنامج 00974-443-3344. نتمنى لكم أكيد التوفيق مشاهدينا الكرام. للي ما حالف الحظ الأيام الماضية أو هذه الأيام بالمشاركة من خلال الاتصال، بإمكانكم أيضا المشاركة في برنامج أو في مسابقة التواصل الاجتماعي على كلتا منصتين الانستغرام ومنصة إكس. فكل يوم راح يكون عندنا سؤال في كل منصة، وهناك جائزة مقدمة من تلفزيون قطر راح يتم رصدها لكل مسابقة وبشكل يومي، وعلى كل سؤال قدرها 1000 ريال لمنصة الانستغرام وأيضا 1000 ريال لمنصة إكس. مشاهدينا الكرام، راح نستعرض معاكم الآن سؤال اليوم المنشور على منصة الانستغرام كما هو ظاهر أسفل الشاشة. من هو اللاعب الذي سجل أول هدف في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023؟ نرجع ونذكركم مشاهدينا الكرام بسؤال اليوم الخاص بمنصة الانستغرام. من هو اللاعب الذي سجل أول هدف في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023؟ الجواب راح ننتظره في أسفل المنشور في حساب تلفزيون قطر على منصة الإنستغرام. ننتقل معاكم ونشوف سؤال اليوم في منصة إكس في حساب تلفزيون قطر الرسمي. السؤال اليوم في منصة إكس: من هو اللاعب الذي تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف في نهاية دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023؟ نرجع ونذكركم مشاهدينا الكرام بالسؤال الخاص بمنصة إكس: من هو اللاعب الذي تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف في نهاية دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023؟ ننتظر الأجوبة في أسفل التغريدة بحد ذاتها في منصة إكس في حساب تلفزيون قطر. نتمنى لكم التوفيق مشاهدينا الكرام. مثل ما تابعنا معكم خلال الأيام الماضية والمباريات تمضي وصولا إلى المباراة الختامية لبطولة كأس آسيا، احنا وصلنا معكم إلى ربع النهائي من هذه البطولة، وبوصول كل من المنتخبات منتخب قطر ضد أوزبكستان والمنتخب الإيراني ضد المنتخب الياباني، منتخب طاجكستان سيلعب ضد نظيره الأردني، وأيضا الأسترالي يلعب ضد المنتخب كوريا الجنوبية. نتمنى لهم التوفيق وصولا إلى المراحل القادمة. مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم باستقبال أولى مكالمتنا لهذا اليوم من برنامج مسابقات عطائر، ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تعرفيني باسمك؟ نور. نور؟ أيوه. يا مرحبا يا نور، من وين تكلمينا؟ من الخور. من الخور. معلوماتك الرياضية شلون يا نور؟ يعني نص ونص. نص ونص. خلينا نستعرض معك الشاشة ونشوف شنو بتختارين من الإعلام، طيب؟ خطر إن شاء الله. خلينا نستعرض أول شيء الشاشة ونشوف اختيارك يا نور. بيكون اختيارك العنابي. سؤالك للمنتخب العنابي يقولك: كم عدد الأهداف التي استقبلها مرمى المنتخب القطري في نهاية الدور الثمن النهائي؟ هل هو هدف واحد ولا خمسة أهداف ولا هدفان؟ هدفان. راجع حساباتك يا نور. هدف واحد. نثبت على هدف واحد إن شاء الله. خلونا نثبت. وأقول لك يا نور من الخور، إجابتك
صحيحة. ألف مبروك تسلم معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر، وعليك بألف عافية وبالمبارك. مشاهدينا الكرام، ناخذ معكم أيضا اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفين باسمك؟ نزيهة. نبيها؟ نزيهة. نبيلة، يا مرحبا يا نبيلة، من وين تكلمينا؟ نزيهة. نزيهة. نزيهة، أعتذر. من وين تكلمينا يا نزيهة؟ من الخيسة. من الخيسة. شلون معلوماتك الرياضية؟ والله يعني نص. ايش تابعتي من مباريات الأيام الماضية؟ قطر وفلسطين، وقطر و لا قطر مو يعني بس قطر. بس مباراة قطر. زين. نشوف معاك الشاشة وقولي ايش انت تختارين من الإعلام، طيب؟ إن شاء الله. شوف معاك. عطونا الشاشة. الإعلام قدامك. سعودية؟ سعودية؟ ما تبين تروحين إلى فلسطين؟ خلص فلسطين، بس ما بيصورة. نروح وياك على فلسطين. قوي قلبك يا نزيهة. سؤالك من فلسطيني يقول لك: ما هو الاسم الذي اشتهر به المنتخب الفلسطيني لكرة القدم؟ هل هو النشامة ولا الفدائي ولا المناضل؟ المناضل. متأكدة؟ الفدائي؟ ما أدري. عطينا جواب. أمي تقول فدائي. أمك تقول فدائي؟ إيه. الله يحفظها يا رب يخليها لك، يعني ثبت على الفدائي؟ إن شاء الله. يا وما نقدر نطلع من شور أهلنا. واللي يقولونه يأمرون عليه. جواب أمك صحيح يا نزيهة، وبالمبارك عليكم بألف عافية. هذه الجائزة مقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال قطري، وبالمبارك. ناخذ اتصال آخر مشاهدينا الكرام ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ معك عباس محمد. عباس؟ أيوه عباس. يا مرحبا عباس، من وين تكلمني؟ من الوكرة. من الوكرة، أهل الجنوب. حضرت شيء للمباريات؟ تابعت شيء من المباريات؟ والله بنتابع للتلفزيون بس. من التلفزيون. إيه. توقعاتك للمباراة القادمة ما بين قطر وأوزبكستان؟ إن شاء الله قطر العمان. إن شاء الله بإذن الله. من تتوقع راح يكون حامل لهذا اللقب يا عباس؟ والله البطولة بين قطر وكوريا الجنوبية. ما بين قطر وكوريا الجنوبية؟ إيه. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق لجميع المنتخبات اللي وصلت إلى ربع النهائي. عباس، راح أعرض معك الشاشة وقول لي شنو راح تختار. وين تختار لي؟ أنا أختار لك؟ إيه. لا أنت اختار. طيب الأردن. الأردن؟ إيه. توفي. نشوف سؤالك من الأردن، شي يقول: من هو اللاعب الأردني الذي سجل الهدف الأول لبلاده ضد العراق بدور ثمن نهائي؟ هل هو يزن ولا يزيد ولا نزار؟ توقع يزن. تتوقع؟ تابعت المباراة ولا؟ والله ما تابعتها. توك تقولي من التلفزيون تتابع، يعني نثبت على يزن؟ يعني إن شاء الله نثبت على يزن. ثبتونا على يزن يا جماعة. أقول لك يا عباس من أهل الجنوب، إجابتك صحيحة. ألف مبروك معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر، وبالمبارك. ناخذ مشاهدينا الكرام اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا، تعرفين باسمك؟ شهد. ما سمعت. شهد. يا مرحبا يا شهد، من وين تكلمينا؟ من الوكرة. من الوكرة، ما شاء الله الجنوب اليوم متصدرين المكالمات. معلوماتك الرياضية شلون يا شهد؟ والله زينة. زينة؟ ايه. ايه ما تحتاجي مساعدة؟ ان شاء الله نحتاج، يعني نحتاج شوي. ان شاء الله ما تحتاجي، قولي ان شاء الله. ان شاء الله. نشوف معك الشاشة وقولي شنو بتختارين من الأعلام يا شهد. عطونا الشاشة يا جماعة. رودية. شفتي الشاشة؟ شفتي الشاشة؟ لا ما شفتها. لا. زين، قلت لك خلينا نشوف الشاشة أول شيء عقب اختاري.
نشوف معاك سؤالك من المملكة العربية السعودية. شي يقول يا شهد، سؤالك يقول كم عدد ركلات الترجيح التي أهدرها لاعبو المنتخب السعودي في المباراة ضد كوريا الجنوبية؟ هل هي ثلاث ركلات ولا ركلة ولا ركلتين؟ ثلاث ركلات. من غششت؟ والله أنا تابعت المباراة صراحة. تابعتي؟ متأكدة مو باثنين؟ اللي ضيعها؟ لعبوا ثنتين أهدروها بس أساس ثلاث. دخلوا ثلاث؟ لا دخلوا ثنتين. سؤالي هو يقول لك كم عدد ركلات الترجيح التي أهدرها لاعبو المنتخب السعودي اللي ضيعوها؟ فهل هي اثنين؟ ايه. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لنا وقلت يا شهد إجابتك صحيحة، ألف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ مصعب. 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 نعم. اي مصعب. لا تقول تكلمني من الجنوب بعد. لا من السيلية. من وين؟ من السيلية. يا مرحبا ومسهلا فيك يا مصعب. مصعب شو معلوماتك الرياضية؟ حلو. توقعاتك من راح يكون حامل للقب البطولة؟ ان شاء الله العنابي. إن شاء الله بإذن الله. راح أعرض عليك الشاشة يا مصعب وقول لي شنو راح تختار من الأعلام. عطونا الشاشة يا جماعة. شاشة قدامك وعندك 20 علم. إيران. إيران؟ نعم إيران. نروح معك على إيران ونشوف سؤالك شو يقول. سؤالك يقول كم بلغت حتى الآن دقة تمريرات المنتخب الإيراني في بطولة كأس آسيا 2023؟ هل وصلت نسبة 43.7% ولا 83.7% ولا 63.7%؟ 63.7. زودها شوي، ترى كانوا يلعبون ترى. 83.7. إن شاء الله. نثبت؟ إتوقع الله. النعم بالله. ثبتونا يا جماعة. نقول لك إجابتك صحيحة وألف مبروك تسمعنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال قطري وبالمبارك. من بعد مصعب ناخذ اتصال ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ يوسف. يوسف من وين تكلمني يا يوسف؟ من شعبية خليفة. شعبية خليفة. قصر على صوت التلفزيون يا يوسف واسمعنا من التلفون ولا عليك أمر، هذا أولا. ثانيا الله يطول لي بعمرك، راح أعرض عليك الشاشة وقل لي شنو راح تختار من الأعلام. سوريا. سوريا؟ نعم. نروح معك على سوريا ونشوف سؤالك شي يقول. سؤالك يقول كم عدد الأهداف التي سجلها المنتخب السوري في جميع مبارياته بدور المجموعات؟ هل هي ثلاثة أهداف ولا هدفان ولا هدف واحد؟ ثلاثة أهداف؟ لا، راجع حساباتك. هدفين؟ بعد راجع. هدف واحد. انثبت على هدف؟ توكل على الله. والنعم بالله. ثبتوا لنا يا جماعة. إجابتك يا يوسف صحيحة وألف مبروك معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. ناخذ اتصال آخر. الجماعة شكلهم يبون يصعبون الأسئلة عليكم. مشاهدينا الكرام ناخذ معكم اتصال آخر ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ عبير. عبير؟ إينا. يا مرحبا يا عبير، من وين تكلمينا؟ من أم صلال. من أم صلال. عبير راح أعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو راح تختارين من الأعلام. طيب؟ طيب نشوف معك الشاشة. عطونا يا جماعة الشاشة قدامك والاختيار اختيارك. الأهداف.
البحرين. البحرين؟ نروح معك على مملكة البحرين ونشوف سؤالك من البحرين شو يقول. سؤالك يقول: ما اسم حارس مرمى منتخب البحرين في المباراة ضد اليابان بدور ثمن النهائي؟ هل هو مهدي باقر ولا إبراهيم لطف الله ولا عبد الله يوسف؟ خير الأمور. إبراهيم لطف الله. نثبت؟ أي ثبت. ثبتونا يا جماعة. قلت إجابتك صحيحة وألف مبروك فزتي معنا بهذه الجائزة مقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. من بعد اختيار منتخب البحرين ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ محمود إبراهيم. محمود؟ محمد إبراهيم. يا مرحبا يا محمود. محمود الله يحفظك. الله يطول لي بعمرك. شلون معلوماتك الرياضية؟ والله يعني متوسطة. يعني تمشي 30%؟ يمشي. إن شاء الله. راح نشوف معاك الشاشة يا محمود وقل لي شنو راح تختار من الإعلام. ماشي تفضل. عطونا الشاشة. الإعلام قدامك يا محمود. حتختار إيه؟ شو اللي بتختاره من الإعلام؟ وشو؟ علم العراق. علم العراق؟ اه. يعني انا ودي اقول لك غير، اعطيك فرصه تغير. طيب لبنان. لبنان؟ اعطونا لبنان. ما بعد ما لازم الكل، كل من يشارك لازم يكون له نصيب في الفوز ان شاء الله ويانا. يقول لك سؤالك يا محمود: كم عدد المدربين الذين تداولوا على تدريب منتخب لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة فقط؟ هل هم 5 مدربين ولا 4 مدربين ولا 3 مدربين؟ أعتقد 3. نزودها حبة يا محمود. 4. 4. نثبت على 4 إن شاء الله. ثبتونا يا جماعة. أقول لك يا محمود إجابتك صحيحة، هو 4 مدربين الذين تداولوا على تدريب منتخب لبنان في السنوات الثلاثة الماضية. مشاهدينا الكرام، نبارك للفائزين والمتصلين ونقول لكم خلكم قراب، راح نطلع معكم فاصل قصير ولنا عودة نستكمل هذا البرنامج وفي استقبال اتصالاتكم بعد قليل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نستكمل وياكم برنامج مسابقات عالطاير واللي يأتيكم على شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا الكرام، ذكركم برقم الاتصال والمشاركة في هذا البرنامج كما هو ظاهر أسفل الشاشة: 00974-443-3344. هذا الرقم مشاهدينا الكرام للمشاركة في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، نستكمل وياكم استقبالنا للمكالمات والمتصلين ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفين باسمك؟ فاطمة. فاطمة، من وين تكلمينا يا فاطمة؟ من سميسمة. من سميسمة. فاطمة، متابعة للبطولة ولا؟ والله شوية يعني، مش واجد. من التلفزيون؟ ايه من التلفزيون. فاطمة، راح أعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو راح تختارين. إن شاء الله. عطونا الشاشة يا جماعة. الإعلام قدامك والاختيار اختيارك. شنو الدول اللي باقي؟ المفروض تشوفين وتتابعينا من الشاشة. سوريا. سوريا؟ لا. راحت سوريا. لبنان أظن، هذا علم لبنان. راحت أيضا لبنان. أنا مش عارفة الدول الإعلام هذه أصلا، شايفتها أنا. طيب العراق. الله أكبر، العراق. الإعلام اللي موجودة من الدول العربية عندك عمان، عندك الإمارات، وعندك العراق. 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 أنا العراق. أتمنى أن تتابعين الشاشة الآن، لأن
شو تقولين؟ أنا متابعة الشاشة. زين، عيل الشاشة قدامك، اختيارك شنو راح يكون؟ طيب عمان، خلينا على عمان. ترددتي ها؟ خفتي لما قلت لك تتابعي الشاشة. إي والله خفت. نروح على عمان ونشوف سؤالك من عمان، عطنا عمان. سؤالك من عمان يقول: في أي عام انضم الاتحاد العماني لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟ هل في عام 1980 ولا 78 ولا 74؟ 74؟ ده يعني هو من زمان بس يعني مو 78 بعد 80 نثبت على 80؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ثبتونا يا جماعة، وأقول لك إجابتك صحيحة وألف مبروك فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال. اقطري وبالمبارك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ فاطمة. فاطمة، من وين تكلمينا يا فاطمة؟ أم صلال. من أم صلال. توقعاتك يا فاطمة، من راح يكون بطل هذه النسخة؟ شنو؟ من تتوقعين يحمل لقب البطولة؟ إن شاء الله العنابي. إن شاء الله بإذن الله، نتمنى لهم التوفيق. راح نشوف معك الشاشة يا فاطمة وقولي لي شنو راح تختارين. تمام. الشاشة قدامك والأعلام الموجودة. والله يطلع متأخر عندي يعني اللايف. ما مشكلة عادي، أعطيك كل الوقت اللي تحتاجينه. أوكي. ما عندك أي مشاكل. أنت للحين تسولف مع اللي قبلي. أنا لأن أبي أساعدكم لكن يقولوني لا تساعد، خل الاختيار على اللي يسمونه وأنت بدورك ساعدهم. أقول إن شاء الله تأمرون. ايش تختاري؟ ايش بيكون اختيارك؟ الامارات. الامارات؟ نروح وياك على الامارات العربية المتحدة ونشوف سؤالك شو يقول من الامارات. يقولني انا شرير رحيم. في اي عام انضم الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الى الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم؟ هل في عام 1971 ولا 72 ولا 74؟ من قريب يعني. 74. كم؟ 74. نثبت؟ إن شاء الله نثبت. حد ساعدت؟ صراحة؟ لا لا والله. ضربة حظ؟ إي والله. وأقول إجابتك صحيحة وألف مبروك فزتي معنا بهذه الجائزة مقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ عبد الله حسين. عبد الله حسين، من وين تكلمنا؟ من الريان. من الريان، متابع للبطولة عبد الله؟ اي نعم ان شاء الله. توقعاتك للمباراة القادمة ما بين قطر واوزبكستان؟ العنابي ان شاء الله. وما بين ايران واليابان من تتوقع؟ اليابان قوي بس ان شاء الله ايران ان شاء الله يكون نفسي. يعني تتمنى إيران تغلب اليابان؟ اي نعم، عشان نتكلمهم ان شاء الله نفوز للعنابي ان شاء الله. ما بين طاجكستان والأردن توقعاتك؟ الأردن ان شاء الله. الأردن. والمباراة الأخيرة في الربع النهائي ما بين أستراليا وكوريا الجنوبية؟ مباراة قوية بس اتوقع كوريا. تتوقع كوريا، نتمنى لهم التوفيق. راح اشوف معك الشاشة وقول لي شنو راح تختار من الاعلام. عطونا الشاشة يا جماعة. الشاشة قدامك والأعلام في انتظارك. الهند. الهند؟ اي نعم. نروح معاك على الهند ونشوف سؤالك من الهند شو يقول. سؤالك يقول: كم عدد الأهداف التي سجلها سونيل تشيتشري القائد والهداف التاريخي لمنتخب الهند؟ هل هو 93 هدفا ولا 73 هدفا ولا 103؟ 73. 73.
74. الحين 93 ولا 73؟ 73. 73 متأكد؟ إن شاء الله. ترى يقول لك هو يعني القائد والهداف التاريخي، ما بلي درجة أنها توصل 100 بس يعني مو ب 73. 103. أقول لك ما وصل 100 ولا 73. 94 سوري 94. 93؟ إي نعم إن شاء الله. وين 94؟ 93. ثبتوا على 93. نشوف إجابتك وإجابتك صحيحة وألف مبروك، تسمعنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. من بعد اختيار منتخب الهند ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ وياك دلال. دلال؟ نعم. يا مرحبا دلال، من وين تكلمينا؟ من السد. من السد. دلال راح ادخل معك على طول على المسابقة واعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو راح تختارين. عطول أهم شيء واحد يسمع صوت الماوس ويطقطق. الشاشة قدامك. العراق. العراق؟ نعم. عطونا العراق، عطونا العراق. دلال. أيوة. سؤالك عبارة عن صورة. إن شاء الله خير. جهزي تلفونك وابدئي بالبحث. هو لاعب عراقي من مواليد عام 2000 يلعب مع نادي القوة الجوية العراقي، يتكون اسمه من اسمين، يعني الاسم الأول والاسم الأخير. الاسم الثاني بايش. شنو الاسم الأول؟ من هو هذا اللاعب؟ الاسم الثاني بايش، باء ألف يا شين. ما أدري، قرب لي شوي. عندك الجوال، الله يطول بعمرك بسرعة. إبراهيم بايش. اكتبي اللاعب العراقي بايش، إيش بيطلع لك؟ إبراهيم بايش. نثبت. إيه. نثبت. إن شاء الله. إجابتك صحيحة وألف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر، عليك بألف عافية وبالمبارك. هذه الجائزة قدرها 1500 ريال قطري. العراق اللي الكل كان خايف منها راح اختاروها. نشوف حظ المتصل التالي، ناخذ اتصال ونقول ألو السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ هنادي ناصر. ما اسمع. هنادي. هنادي، يا مرحبا هنادي. معلوماتك الرياضية شلون يا هنادي؟ والله نص نص. نص ونص. عطونا شاشة خلنا نشوف اختيار هنادي شنو راح يكون. الشاشة قدامك، شنو بتختارين؟ كوريا إن شاء الله أخوي. كوريا؟ أيوة. نروح معك على كوريا الجنوبية ونشوف سؤالك من كوريا شي يقول. ما هي نتيجة فوز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره السعودي بركلات الترجيح بدور ثمن نهائي؟ هل كانت كوريا الجنوبية 4-1، ولا كوريا الجنوبية 4-2، ولا كوريا الجنوبية 4-3؟ 4-2. 4-2. ايوه. نثبت ان شاء الله. واقول اجابتك صحيحة وبالمبارك، حصلت على هذه الجائزة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال وبالمبارك. من بعد كوريا الجنوبية ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ أحمد محمد. أحمد محمد، والله كأني كأنك متصل من قبل يا أحمد. لا والله أول مرة. أول مرة؟ والله. أحمد محمد، راح أشوف معك الشاشة وقول لي إيش راح تختار من الأعلام. ماشي تفضل. عطونا الشاشة يا جماعة. هتختار إيه النهاردة يا أحمد؟ ايش تختار اليوم؟ السعودية. وين؟ السعودية. هو انت بتتابعنا يا احمد؟ بتابعك على مشغل الشاشة. والله مشغل الشاشة اهو. انت كيف؟ السعودية وين؟ وين؟
استراليا يا عم. استراليا؟ لا انا اقول لك غير، لا اقول لك غير. غير. لانك ايران. احمد هو انت بتشتغلني؟ الشاشه قدامك، لو متابعنا بتشوف. يا عمي احمد اختار لك. قرغستان. قرغستان؟ اه يلا عطونا قرغستان، يعطيني اياها. اه شكلك من الصعيد يا احمد. سؤالك يقول: من قرغستان، ما هو الدور الذي بلغه منتخب قرغستان في مشاركته الاولى ببطولة كأس آسيا 2019 لأول مرة؟ هل هو الدور النصف النهائي ولا الدور ربع النهائي ولا الدور الثمن النهائي؟ دور النصف النهائي. يعني مش له الدرجة يعني. أقول غير يا أحمد. الربع يا حاج. ولا الربع. النهائي. الدور الثمن النهائي. آه. أنت ما أدري من وين جبت لي النهائي. الدور الثمن النهائي نثبت. ثبتوا له. نثبت. ثبت لأحمد. أقول لك يا أحمد إجابتك صحيحة، وألف مبروك، فزت معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر. وبالمبارك مشاهدينا الكرام، هو الدور الذي بلغه منتخب قرغستان في مشاركته الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 ولأول مرة الدور الثمن النهائي. من بعد اتصال أحمد ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ معك حسام عدنان. ما أسمعك. حسام عدنان. ما أسمع. حسام؟ حسام عدنان. حسام؟ حسام نعم. يا مرحبا يا حسام، من وين تكلمنا؟ من المعمورة. من المعمورة. حسام نشوف معاك الشاشة وقول لي شنو راح تختار من الأعلام. يلا عطونا. اليابان موجودة؟ اليابان. تسألني؟ ولا تشوف تلفزيونك؟ أشوف، شفتها موجودة آخر شيء. آخر شيء، خي ما زالت موجودة، نروح معك على اليابان ونشوف سؤالك من اليابان يا حسام. من هو اللاعب الياباني الذي سجل الهدف الثالث لفريقه ضد البحرين بدور ثمن نهائي؟ هل هو أياسي ولا كو ولا ريتسو؟ أياسي؟ نعم أعتقد. كنت متابع المباراة؟ أيوة. أقول لك إجابتك صحيحة يا حسام، وألف مبروك، فزت معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر. وبالمبارك ناخذ معكم اتصال آخر من بعد حسام ونقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام، بس لو تقرب التلفون شوي لأني ما أسمعك الحين. تعرفني باسمك؟ صلاح. صلاح، من وين تكلمني يا صلاح؟ الريان. من الريان. عطونا الشاشة لصلاح نشوف شنو اختياره ووين راح يروح. صلاح الشاشة قدامك وقول لي شنو راح تختار من الإعلام. تايلاند. تايلاند؟ ايه. نروح معاك على بانكوك ونشوف سؤالك من بانكوك. فيه سؤالك يقول: في أي دقيقة سجل لاعب تايلاند سوباتشوك الهدف الوحيد لمنتخب بلاده ضد أوزبكستان؟ هل في الدقيقة 58 ولا الدقيقة 38 ولا الدقيقة 78؟ أتوقع 58. ممتاز، نثبت على 58؟ إن شاء الله ثبت. إن شاء الله. وأقول لك يا صلاح إجابتك صحيحة، وألف مبروك، فزت معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر. وبالمبارك مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مستمرين في برنامج مسابقات عطاير، لكن راح نطلع معكم فاصل قصير ولنا عودة نستكمل هذا البرنامج، خلكم قراب.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، نستكمل وياكم الدقائق الأخيرة من برنامج مسابقات عالطاير، ونستكمل أيضا في استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، وناخذ أيضا اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ ثريا. ثريا، من وين تكلمينا يا ثريا؟ أم العمد. أم العمد، متابعة للبطولة يا ثريا ولا؟ يعني شوية شوية. تدرين أن المنتخب العنابي راح تكون هناك مباراة لها قادمة؟ إيه. بيلعب ضد من؟ ما أعرف. أوزبكستان؟ أوزبكستان؟ إيه صحيح، جابتك صحيحة. زين يا ثريا، راح أعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو بتختارين من الإعلام. عطونا الشاشة يا جماعة. ثريا، الإعلام قدامك وشنو بتختارين؟ هونغ كونغ. انت الحين قلتي لي العنابي راح يلعب مع من؟ أوزبكستان. زين، نروح أوزبكستان. اي نروح أوزبكستان. اي نروح معك على أوزبكستان. وسؤالك يا ثريا يقول: في اي ملعب سيخوض منتخب أوزبكستان مباراته في الدورة ربع النهائي ضد قطر؟ هل في ملعب البيت ولا ملعب الجنوب ولا ملعب المدينة التعليمية؟ توقعاتك يعني وين بيكون؟ ملعب البيت إن شاء الله. نثبت على ملعب البيت؟ إن شاء الله. ثبتونا على ملعب البيت. حد ساعدت يا ثريا؟ أخوي. الله يحفظكم إن شاء الله. أقولك يا ثريا، إجابتك صحيحة وألف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر وبالمبارك. من بعد اختيار منتخب أوزبكستان ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ فاطمة. فاطمة، من وين تكلمينا يا فاطمة؟ من السيلية. من السيلية. فاطمة، راح أعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو بتختارين من الأعلام. طيب، اختار أندونيسيا. ما طولي بالك يا فاطمة، طولي بالك، نحن معرض. زين، نشوف سؤالك من أندونيسيا شنو يقول يا فاطمة. سؤالك يقول: في أي عام شارك منتخب أندونيسيا في بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه؟ هل في عام 96 ولا عام 2000 ولا 2007؟ لول 2007؟ لا تكملين الرقم، في عام 2000؟ 2007. 2000 ولا 2007؟ 2000. نثبت على 2000؟ نثبت على 2000. من ساعدت يا فاطمة؟ أخويا. قلت يا فاطمة، إجابتك صحيحة، ألف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر. قولي لأخوك 2000 مش 2007. الله يوفقكم إن شاء الله ويحافظكم يا رب. من بعد اتصال فاطمة ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. سلام. يا مرحبا، تعرفني باسمك؟ معك سيف. سيف، يا مرحبا يا سيف، من وين تكلمنا؟ كلمك من الضعاين. من الضعاين، والله والنعم. سيف، معلوماتك الرياضية شلون؟ يعني إن شاء الله لو كان أول البرنامج كنت بدخل تحدي. زين سيف، خلينا نشوف معك الإعلام وقولي شنو بتختار. عطونا شاشة يا جماعة. الإعلام قدامك، عندك أستراليا، عندك الصين، عندك طاجكستان، هونغ كونغ، فيتنام، ماليزيا. بروح فيتنام إن شاء الله. تروح فيتنام؟ لا لا، ماليزيا. ماليزيا؟ فيتنام. شاشة التلفزيون قدامك؟ فيتنام. خلك على ماليزيا. ماليزيا. نروح وياك على ماليزيا ونشوف سؤالك شي يقول. سؤالك يقول: متى شارك منتخب ماليزيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة؟ هل في عام 1978 ولا 70 ولا 74؟ 74 إن شاء الله. ثبتها؟ مو 78؟ لا، 74 أتوقع. ثبتوا له يا جماعة.
نقول إجابتك صحيحة وألف مبروك، فزت معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال وبالمبارك. ناخذ أيضا مشاهدينا الكرام اتصال آخر ونقول ألف السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفينا باسمك؟ أم نايف. أم نايف؟ أيوة هلا. يا مرحبا يا أم نايف، من وين تكلمينا؟ من بن محمود. من بن محمود، متابعة للبطولة يا أم نايف؟ أيوة. نشوف معاك الشاشة وقولي لي شنو بتختارين من الأعلام يا أم نايف؟ إن شاء الله. شاشة قدامك، شو تختارين؟ أستراليا. أنا أقول لك غيري. أنا أقول لك غيري. شنو موجود؟ يعني عندك طاجكستان وعندك الصين وهونغ كونغ وفيتنام. الصين؟ نروح معك على الصين ونشوف سؤالك من الصين في يقول يم نايف. سؤالك ظاهر أسفل الشاشة، في أي عام خسرت الصين لقب بطولة كأس آسيا على أرضها وبين جمهورها أمام اليابان؟ هل في عام 2000 ولا 84 ولا 2004؟ الأول 2004. 2004. نثبت على 2004 يم نايف؟ أيوة ثبتوا لها؟ قلت إجابتك يا منايف صحيحة وألف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزة المقدمة من تلفزيون قطر. وفي عام 2004 الصين للأسف خسرت مباراتها ضد اليابان على أرضها. ناخذ اتصال مشاهدينا الكرام ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ معك ريم. ريم، من وين تكلمينا يا ريم؟ من الوكرة. من الوكرة، أهل الجنوب اليوم ما شاء الله مكتسحين البدالة. راح نشوف معاك الشاشة وقولي لي شنو بتختارين من الأعلام. طيب ما شاء الله. ذكريني باسمك ريم صحيح؟ اي نعم. عاشت أسامي يا ريم. الشاشة قدامك، شو تختارين؟ طاجكستان. نروح معاك على طاجكستان ونشوف سؤالك لليوم من طاجكستان شو يقول. سؤالك يقول في أي دقيقة سجل لاعب طاجكستان وحدة هدف بلاده في المباراة ضد الإمارات؟ هل في الدقيقة 30 ولا الدقيقة 17 ولا الدقيقة 44؟ في مساعدة يعني؟ أنت عطينا عطينا ريم عطينا جواب أساعدك. 30. نثبت على 30؟ تبينا نثبت على 30 يا ريم؟ ها شوف انت قولي لي تبينا نثبت وانا بقول لك. خلاص توكل على الله. نثبت؟ نثبت. قلت اجابتك صحيحه يا ريم والف مبروك، فزتي معنا بهذه الجائزه المقدمه من تلفزيون قطر وبالمبارك. ناخذ اتصال مشاهدينا الكرام ونقول الف السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، تعرفينا باسمك؟ شيماء. شيماء، مع شيماء راح يكون الاتصال الأخير لهذا اليوم برنامج مسابقات على الطائر. شيماء، شلون معلوماتك الرياضية؟ نص ونص. نص ونص. شلون معلومات جوجل؟ جوجل والله اخواني ما حد. لا اله الا الله. زين يا شيماء، راح اعرض عليك الشاشة وقولي لي شنو بتختارين من الأعلام. عطونا الشاشة. وين السؤال؟ عندك ثلاثة. زين، ما بين فيتنام وهونغ كونغ واستراليا. انا بالسؤال، وين السؤال؟ انا قاعد اقول لك فيتنام وهونغ كونغ واستراليا. فيتنام. اعطونا فيتنام، خلينا نشوف سؤال فيتنام شو يقول. للاسف اوكي طلع سؤال. يقول لك يا شيماء سؤالك، ما هو عدد اللاعبين المحترفين في نوادي غير محلية في منتخب فيتنام؟ هل لا يوجد؟ يا طولي بالك. أغير؟ طولي بالك لحظة، طولي بالك، ما أعطيتك حتى الخيارات. هل لا يوجد محترف ولا خمس محترفين ولا محترفان؟ اثنين ولا ما في؟ ما في؟ ما أدري. اثنين؟ ما في؟ ما أدري، ساعدني. ما في، ما أدري. لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد، ثبتوا لها على لا يوجد. ما أدري يعني أنا بروحي ما أعرف يعني ضايع عندي الجواب.
لا عاد اللي اللي حول اللي حولك شي يقولون؟ والله خواتي يقولون لا يوجد. خواتك؟ زين واذا خسرتي بسبتهم؟ يا ويلهم. تتوعد لهم شيماء. شيماء اقول لك اجابتك صحيحه والف مبروك فزتي معنا بهذه الجائزه المقدمه من تلفزيون قطر قدرها 1500 ريال. هلا هلا بالعشاء، لا تقصرين في حق خواتك، ساعدوك ونبارك لجميع المتصلين مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج من متصلين وايضا من مشاركين على منصات التواصل الاجتماعي. راح ناخذ معاكم السحب على منصات التواصل الاجتماعي. سؤال اليوم للانستغرام مشاهدينا الكرام كان هو الظاهر امامكم اسفل الشاشه مع الجواب، من هو اللاعب الذي سجل اول هدف في بطوله كاس اسيا لكره القدم 2023؟ هو اللاعب القطري اكرم عفيف، الجواب الصحيح لسؤال اليوم. راح نشوف معاكم مشاهدينا الكرام السحب ونبارك للفائز او الفائزه سعداء الحظ في سحب اليوم لمسابقه انستغرام. صاحب الحساب كما هو ظاهر اسفل الشاشه نبارك لها فوزها وحصولها على الجائزه مقدمه من تلفزيون قطر قدرها 1000 ريال بالمبارك. وننتقل معكم إلى سحب منصة إكس مشاهدينا الكرام، وسؤال اليوم كان من هو اللاعب الذي تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف في نهاية دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023؟ هو اللاعب العراقي أيمن حسين. هذا هو الجواب الصحيح لسؤال اليوم في منصة إكس مشاهدينا الكرام. نشوف معكم السحب، عطونا السحب يا جماعة هي الجائزة المقدمة قدرها 1000 ريال من مقدمة من تلفزيون قطر. نبارك لصاحب الحساب الظاهر أسفل الشاشة، ألف مبروك. تأكدوا المشاركين عليكم أنكم تتأكدون أن حسابكم ليس مقفل ومش برايفت في منصة إكس، بحيث أنه يقدرون الإخوان في منصات التواصل الاجتماعي فريق المنصات التواصل الاجتماعي بالتواصل وإبلاغكم بطريقة آلية استلام هذه الجائزة. نبارك للجميع مشاهدينا الكرام، ونحن على أيام قريبة من نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023 والذي يصادف العاشر من فبراير. نتمنى لجميع الفرق المتأهلة التوفيق والفوز. وإحنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مسابقات عطاير، والوعد بكرة في نفس التوقيت. ونقول لكم الله يحفظكم، فمان الله.